السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي متابعي ومتابعات قناة معارف. رمضان مبارك، يدعو عليكم الصحة ولنا وباش ما تمنيتو، وكل عام وأنتم بألف خير. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا، بارك الله لكم ولنا. بلا شك وكلنا كنعرفوا أن شهر رمضان هو شهر الصلاة وتلاوة القرآن الكريم والدعاء لله عز وجل، كما أنه فرصة للتصدق على الفقراء والمساكين وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم وعلى بيوتهم ولوليداتهم. ولكن ويا للأسف، ولينا كنشوفوا رمضان في هذه الأيام مرتبط الأطعمة والأشربة والمأكولات من كل الأشكال والألوان وبشكل مبالغ فيه، وربما كيوصل الأمر للتباهي والتفاخر بموالي الإفطار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا من حق الصائم أنه يأكل ويشرب في الحدود المقبولة، ولكن السؤال المطروح هو واش هادشي كله اللي كناكلو صحي؟ وأكيد الجواب غادي يكون لا، وقناة معارف غادي تناول اليوم الحديث على ملك الموائد. أيه ملك الموائد، واش عرفتوا شكون هو؟ يوقفوا معنا ما تمشوا فيه، والتفاصيل بعد فاصل قصير. يا رمضان أحلى أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. وبلا شك أن مائدة الإفطار العربية عامة والمغربية في الخصوص متنوعة ومختلفة حسب المدن والقرى، ولكن كلها كتكون تقريبا بحال هكا، ها الحريرة ها الشباكية، العصائر المختلفة، الحليب، وما تحلاش الكلسة بلا أتاي المغربي. ولكن شكون ملك المائدة بنظركم؟ عرفتوه؟ أي وهذاك تمارا حبيبي هو سلطان الموائد، وعلي غادي يكون كلامنا العامر بالفوائد. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل نقدم لكم فارس الحلقة اللي غادي يتناول الجوانب التالية: مواطن زراعة النخيل وإنتاج التمور، التمر في القرآن والسنة النبوية الشريفة، أنواع التمر وتسمية ديالها، ثم المكونات الغذائية للتمر، ثم فوائد التمر بالنسبة للصائم. ومنين كنذكروا التمر ضروا نذكروا معاه النخل اللي هو مصدر هذه الثمره العجيبه. والنخله من الاشجار المعمره اللي كتعيش مده طويله وكتميز بسيقه غليظه وبطول كيتجاوز احيانا 30 متر. والنخل فيه الذكر وفيه الانثى، وكتموت الى تقطع عليها الراس، وهي من بين الاشجار المذكوره في القران الكريم والسنه النبويه الشريفه. والنخل بحال التمر أشكال وأنواع، ومن بينها هاد أنواع اللي كتشوف في الصورة المقابلة، وفي نخل التغذية والنخل الخاص به الزينة. أما البلدان المشرب زراعة النخيل وإنتاج التمور فهي المغرب، السعودية، العراق، تونس، الكويت، وأغلب المناطق الصحراوية. وكتكون النخلة من أجزاء رئيسية، منها الجذور، قاعدة الجذر، الفسيلة، الجذع، ثم الأغصان. يا رمضان أحلى أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أجسامك، محلى صيامك محلى قيامك. ونظرا لأهمية التمر والنخيل بكافة الأشكال ديال الأنواع ديالو، فهي مذكورة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. وإلى تصفحنا القرآن الكريم وقريناه كنلقاو بزاف ديال الآيات اللي كتكلم على النخل. ومن بين هاد الآيات قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات. وفي سورة مريم كنلقاو واحد الآية مشهورة اللي كتخاطب فيها الله سبحانه وتعالى مريم العذراء بقوله: وهزي إليك بجذع النخلة. وفي سورة الحاقة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وفي السنة النبوية الشريفة كنلقاو العديد من الأحاديث اللي كتكلم على الموضوع، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كشجرة لا يتحاث ورقها أي لا يسقط. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة وعنده رجال من العرب فذكروا الشجرة فما أصابوا حتى قال الرسول الكريم هي النخلة. وهادشي اللي قلنا عن النخلة كاين طبق أيضا على التمر، فالتمر مذكور في الكثير من الآيات القرآنية وأيضا في السنة النبوية الشريفة، وهذه بعض النماذج للتوضيح فقط. فعن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي التمر واللبن الأطيبان. وعن عمرو بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضر في ذلك اليوم سم ولا سحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكماءة من المن وماء وشفاء للعين. وقد ورد ذكر التمر في القرآن الكريم حيث قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وإلى أختنا المغرب كمثال، فهو 7 منتج للتمور على الصعيد العالمي، وكيبلغ الإنتاج السنوي ديالو من هذه المادة حوالي 117,000 طن، وكينتج حوالي 450 نوع، وكيتوفر المغرب على حوالي 16 نوع من أجود التمور اللي كتركز في 3 ديال الجهات الرئيسية، ورزازات 41%، تفيلة 28%، وطاطا 20%. وكيف قلنا فأنواع التمور متعددة وكثيرة، ومن بين أنواع التمور المغربية كاين المجهول وزكري، كاين بوفقوس، وكاين بويطوب، وكاين الجيل، وكاين انواع متعدده اخرى من بينها هذا الشيء اللي غنشوفو حالا. فوائد التمر كثيرة لا تعد ولا تحصى، من بينها ما يلي: كيسهل عملية الهضم وكيحارب الإمساك، الوقاية من الأمراض السرطانية وخاصة السرطان ديال المصارن، الوقاية من تصلب الشرايين والسكتات القلبية، كما أنه كيمنع من تشكل حصى المرارة، وكيقوي عضلات الجسم، كما كيقوي الجسم وكيحارب التعب والإرهاق، وكينشط الجهاز العصبي، وكيمنع تساقط الشعر، وكيحسن النوعية ديال البشرة، وكيطرد الديدان، وكيحفز عمل الكبد، كما أنه كيساعد على عملية الولادة. إضافة إلى كل هذا، فالتمر كيحتوي على حمض الفلوريك وفيتامين أ وسي وبي أن وبي دو وبي 3، بالإضافة للفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم. ونخليكم دابا مع الدكتور الفايد المعروف باش يبين لكم المزيد من الفوائد ديال التمر. الطلبة والتلاميذ، هادو الناس اللي كيقراو والناس اللي كيخدموا يعني بالجهاز العصبي يعني لمدة كبيرة، الناس اللي كيركزوا مع ملفات، الناس اللي عندهم أعمال هكذا، فخصهم يكثروا من استهلاك التمر. علاش؟ لأن التمر كيعطي واحد ما كنسميها بالإنجليزية الأنديرانس. أنديرانس هي واحد قوة الاحتمال. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يخرجون الى الغزوة ولا يركبون الجياد الا لما ياكلوا تمر، والتمر هذه يعني كيعطي الانديرانس، قوه الاحتمال، وكيحيد ذلك الخوف، وخصوصا التردد، ما كيبقاش الشخص يتردد في الاشياء. علاش؟ لان المكونات اللي فيه من المغنيسيوم والايودين والفيتامين بي والاملاح الاخرى كذلك مثل المنغنيز وبعض العوامل الاخرى كاين مضادات للاكسده للتمر، باقي ما عرفناهاش. يعني سبحان الله، جميع المضادات للاكسده يعني كلها تشخصت، يعني اما بوليفينولات اما فلافونويدات اما يعني جزيئات اخرى، ولكن التمر باقي المضادات للاكسده ما عرفناش الطبيعه ديالهم، هل هم فلافونويدات؟ نعم كاين فلافونويدات، ولكن كاين اشياء اخرى معه. النظام العام الغذائي التمر، تكلمنا على التمر، نعم لانه هو الحاجه الوحيده اللي ما كيأرقش المعده، التمر والماء في الافطار. اذا وكيف شوف الدكتور الفايد كيأكد ان التمر عنده الكثير من الفوائد نلخصها كما يلي: فالتمر كيعطي واحد القوه كبيره على التحمل وعلى الصبر، كما انه كيساعد على التركيز واتخاذ القرارات الصائبة، وأيضا خفيف على المعدة والمصران والجهاز الهضمي عموما.
وكتأكد واحد الدراسة ألمانية أن تناول 3 حبات من التمر يوميا كيساعد على الوقاية من هشاشة العظام وعالج فقر الدم وكيقوي المناعة. والتمر فيه الحديد والنحاس والكبريت والمنغنيز والسيليكون والكلورين والبوتاسيوم والثيامين والنياسين والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. أما فوائد التمر في رمضان على الصائم بالخصوص، فكيستطع التمر التهاب الأميبية والفتك بالجراثيم، وكيحتوي على معظم أنواع السكريات المفيدة للصائم واللي كيحتاجها، إضافة لبعض العناصر الغذائية اللي كتمدو بالطاقة، وكيضمن الكثير من المواد اللي كتنقي الجسم كالطهر، كما أنه كيسهل عملية الهضم خاصة العناصر الغذائية المعقدة التركيب، وكيوزن معدل حموضات البول اللي كتضطرب نتيجة الصيام، وبالتالي كيحمي الجسم من تكوين الحصوات، كما أنه كيمنحك الشعور بالشبع. وصلنا لنهاية الحلقة، ونتمنى تكون مفيدة وحتى نلقاكم فائدة جديدة تقبل منا. احنا طاقم قناة معارف، كل التقدير والود والاحترام، ورمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير.